من كوفنتري ينضم إلينا مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. رامي أهلا بك. رامي بداية، كيف سينعكس هذا الأمر على العمليات أولا على الأرض، وبالتالي كيف سربت كل هذه الأسماء التي اشتكى منها الجنوبية؟ نعم، صباح الخير. طبعا بالنسبة للأسماء كيف سربت، قد تكون هناك معلومات استخباراتية، ولكن هذا يعني التقرير أو هذا الخبر جاء بعد 24 ساعة من نشر المرصد خبر يعني يشابه هذا الخبر بأوامر صدرت من الحرس الثوري الإيراني للمجموعات العاملة مع الحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي السورية، يمنع منعا باتا استهداف القوات الأمريكية داخل الأراضي السورية تحت طائلة المسؤولية بأن الحرس الثوري غير مسؤول عن أي مجموعة تستهدف القوات الأمريكية. الحرس الثوري الإيراني سيسحب مستشاريه من داخل الأراضي السورية ليس خوفا من الضربات الإسرائيلية، ولكن لا يريد الدخول بمعركة مع الولايات المتحدة الأمريكية داخل الأراضي السورية، لأنه يعلم علم اليقين بأنها ستكون معركة قاسية على الحرس الثوري الإيراني. وشاهدنا كمية الرعب التي كانت لدى هذه المجموعات بعد استهداف القوات الأمريكية داخل الحدود الأردنية. لذلك أقول الأمر يتعلق يعني بمحاولة فتح يعني سحب فتيل الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية خوفا من استهداف دامي للمجموعات المؤلة لإيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. طيب اليوم حتى على مستوى الإدارة العملياتية، إلى أي مدى من الممكن أن حزب الله يضبط هذا 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 الموضوع، خاصة أن إيران تريد إدارة هذه المعركة عن بعد؟ يعني عن بعد صعب جدا أن تديرها عن بعد، كون أن إيران لديها حوالي 60,000 مقاتل ممولين أو عاملين مع إيران داخل الأراضي السورية من البوكمال وصولا للحدود مع الجولان المحتل مرورا بحمص وحلب ومناطق سورية مختلفة. لذلك حزب الله هو مكلف في بعض المناطق، ولكن لا ننسى بأن هناك ميليشيا فاطميون الأفغانية وزينبيون الباكستانية والحشد الشعبي العراقي، جميعهم متواجدين داخل الأراضي السورية. حزب الله هو نعم بعد الحرس الثوري ترتيبا، ولكن لا يستطيع حزب الله إدارة كامل المعركة داخل الأراضي السورية من الحدود مع العراق وصولا للحدود اللبنانية والحدود مع الجولان المحتل. النظام السوري يقول، النظام الإيراني يقول أنه لن ينسحب من سوريا، بالتالي عملية الترتيبات حتى مع الجانب السوري كيف ستكون؟ يعني نعم المستشارين الإيرانيين أو بين مزدوجين ما قيل بأنهم مستشارين لقوات النظام، هم لديهم قوة خاصة داخل الأراضي السورية. قد يكون هناك بعض المستشارين الشكليين موجودين في قطاعات عسكرية تابعة للنظام، لكن القوة الرئيسية الإيرانية لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بين مزدوجين الجيش العربي السوري، لأنها تعمل بشكل منفرد. وأن شاهدنا قاسم سليماني عندما قاد معركة البوكمال، لذلك أقول بأن الحرس الثوري الإيراني إذا سحب سيسحب بعض القادة من داخل الأراضي السورية من أجل سحب فتيل الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما نؤكد عليه. نعم. ليس خوفا من إسرائيل وضربات إسرائيل. شكرا جزيلا لمدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.